اولا احنا كنشكروا صاحب الجلاله على هذه الالتفاته لمدينه اكادير اللي صراحه بغا تكون واحد المدينه مدينه عالميه، يعني مدينه كتواكب المدن السياحيه العالميه، وحنا جد فخورين بهذه المشاريع الكبرى. غير انما المساله اللي صراحه كيتساءل عليها المواطن الاكاديري والسائق المهني الاكاديري هو اين موقع سيارات الاجره في يعني في هذه المشاريع الملكيه، اين موقع سيارات الاجره في المشاريع الملكيه، علما ان هذه المحطه اللي كنشوفوا اليوم اللي ان شاء الله غادي تكون يعني محطه ذو معايير دوليه، كنشوفوا ان سيارات الاجره ما تخصصت المحطه ديال الانتقال شي ميزانيه نقولوا باللي هذه المحطه غادي تنتقل، ها هي المحطه الثانيه اللي غادي يكونوا فيها هاد المهنيين لواحد الفتره معينه واللي غادي يجيوها يعني ناس ديال المدينه والناس الاجانب. صراحه هذا الانتقال ديالنا لهاد المحطة الجديدة يعني المؤقتة انتقلنا مكرهين يعني اننا ما بغيناش ننتقلوا لها في الفترة الأولية، درنا لقاءات ماراثونية مع السلطة على أساس أنهم غادي يوفروا لنا بعض المعايير في هذه المحطة، انتقلنا اليوم لواحد المحطة لربما تكون شتي إن شاء الله في هذا الأسبوع المقبل، راه خاص المواطن يجي لابس البوط يعني راه غيوصل ليه الغيث الركبة، يعني هاد المحطة هادي اللي ما فيها حتى على الأقل يعني غير واحد الطبليط ولا واحد الكياس، حنا قبلنا على هاد الشيء هذا باش نحطوا المجلس البلدي في الأمر والواقع ويشوف المعاناة ديال المواطنين اللي غادي تكون. المرافق الصحية جينا لواحد المحطة اليوم الثاني لهاد المحطة، المرافق الصحية راه مسدودة، كتعرفوا الناس المهنيين راه كاين مرضى السكري، كاين بزاف ديال الحالات، كاينين الناس اللي كيجيو لعندنا تما. الإنارة البارح بالليل تسدات الإنارة، يعني ما كاينش مع من تهضر. لجنه السير والجوله اللي كيخصها اصلا تكون معنا في النهار ديال الافتتاح، البارح كانت تما واحد الاكتظاظ في الفتره المسائيه، الناس ما عندهمش فين غادي يدخلوا. الدخول فيه الهدف، لا تخرج الطاكسي معذبه، امور بقعه ارضيه هي ما فيها حتى مقومات ديال المحطه، احنا واقفين هنايا، احنا ديبار ديال تارود، احنا ضيافين لهاد الناس، لا فين، ولكن هادشي ما تيفر ما تيبشر بخير، ديما بقعه ارضيه ما فيها لي طواليت، الماء ما كاين، فين يتغطاو السائقين ما كاين، البوست البوليس ما كاين، الاناره ما كاينه، الدخول والخروج معدل، مازال ما كاين حتى محطه ارض بقعه ارضيه فين واقفين حنا. ما فيها حتى مقومات ديال المحطة، هادي بوخاردي هادو ثانية فكاين واحد الفصل ديال الشتاء ها هو داخل، هذا راه الواد، هذا الفصل الشتاء فين هو المقومات، راه أربع أيام ما كاين لا قدر لا والو، الفصل ديال الشتاء بغينا نتعذبوا، تيبان لي هاد الناس ما عاتين لهاد المهنة قيمة، حنا معدمين هنا وصافي. بالنسبة للموضوع ديال المشاكل ديال هاد المحطة، هادي بعدا ماشي محطة أولا، لأن ما مجهزات وما فاش بيحولونا حنا ما استشروش معنا، كنقابيين وكجمعويين مشاو كيديروا المسائل ديالهم مع الوالي وعاسميتو، حنا اخر لحظه جاوا قال لنا زيدوا تحولوا، ملي جينا لهنا لقينا على ارض الواقع ها التراب، عندهم ما كتشوفوا ها التراب، لا طواليت لا تراب لا اناره، لا الوضعيه لا يرثى لها، ما غاديش تخدم هنا. واش دابا الا جات فين غادي نمشيو حنايا؟ كنمشيو ندخلوا هنا بالبوط، غادخل الطوموبيل ديالك هنا، الا كان الشتاء لا يمكن، لا ما يمكن، هذا هو المشكل ديالنا حنايا. لي طواليت، لي طواليت كاينه ولكن مازال ما خدامه، قال لك غيخدموها، مازال ما داخل ليها الماء. ما المهم الضوء، الاناره البارح خدمونا الدريتة تقطعت عليهم.